عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. الوهيبي قطعت المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 17 ثانية 19 الزمن الثاني. تهانينا 12 دقيقة 19 ثانية 6 من الأجزاء. تهانينا لهجن البشاير والتهاني لمحمد بن حميد بن ثابت الوهيبي. تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل نجدد لكم التحية صباحية جميلة في انطلاقة أشواطها الصباح المميز الجميل وانطلاقة شوطنا هنا المنطلق 12 في مجموع الأشواط وشوطنا بثنايا البكاري وهجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا المهرجان هنا أيضا اليوم ما قبل يومي الختام هنا الذي ينطلق بتحدياته يومنا 11 في هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة. والثمانية كيلومترات هي حاضرة أيضا بين هذه النوعية الجميلة من الإبكار. نتابعها ملولة من تفتتح الصدارة لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن ميل لوهيبي، بينما المركز الثالث عاصفة بقيادة غياث الهلالي. أم هذه مرمرة؟ مرمرة من انطلقت إلى المركز الثاني. المركز الثالث تأتي خيرة هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. وصلت الواصلة بانطلاقتها وتحدياتها من هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. من يقدمها بسعيدي بهذه الانطلاقة هو الأداء الجميل. هناك نجوى هجن الرئاسة أيضا قادمة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري في التضمير، بينما القوة والوصول في هذه اللحظات. وهناك القادمة هنا غاية من هجن العاصفة، وكذلك تأتينا السايحة من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي بهذا الانطلاق والتحدي الجميل، بينما المركز الثامن ثامن مراكزنا هنا الهنوف هجن الشحانية بقيادة هنا محمد بن خالد العطية. هنا من يأتي بهذا الانطلاق المشاغب بانطلاق التحديات هنا أيضا الهنوف، بينما المركز التاسع هو القادمة بهذه الانطلاقة. تأتينا هنا شهاليل هجن الشحانية، هنا سالم بن فاران المري الذهبي من يقدمها. أما المركز العاشر هنا وصال لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن محمد آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين في التضمير. هذه هي النتيجة لمراكزنا الأولى المنطلقة بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط هنا باندفاعة هملولة المسيطرة على زمام الأمور في أول 3 كيلومترات منقطعات من مسافتنا 8 كيلومتر. هملولة المسيطرة من هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي. تأتينا مرمرة على المركز الثاني هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز الثالث خيرة من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي من تندفع على المركز الثالث. بينما رابع مراكزنا هو القادمة نجوى، قادمة تناجي للفوز وللناموس هنا من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصور ابو ذياب من يقدمها بانطلاقتها وتحدياتها. هناك القادمة الهنوف، الهنوف المتسللة إلى خامس المراكز هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، وخالد يقدمها
بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل، الوصول من غاية سادسا هجن العاصفة مع غياث الهلالي الواصلة تأتينا على المركز السابع هجن الرئاسة محمد بن عتيق بزيتون المهيري في التضمير الثامنا السايحة هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، تاسعا تأتينا هنا شهاليل هجن الشحانية هو سالم بن فران المري من يقدمها أبو جابر بهذا الانطلاق والأداء الجميل هنا عاشر مراكزنا والمتسلل الوثبة من هجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي من يقدمها على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكز العشرة الأولى. هنا نعود مشاهدينا ومتابعينا الكروم مستمعينا الأفاضل من تتابعوننا هنا عبر هذا النقل المباشر الحي أيضا هنا من قناة ياسي وقناة دبي ريسينج والقنوات الناقلة لهذا الختامي المميز هنا بانطلاقات وتحديات الجميع. ولا ننسى قناة الكاس هنا أيضا الدوري والكاس المتابعة، نتابع ونال إلى الصدارة هنا إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط وهملولة المسيطرة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من بداية الانطلاق وهي على رأس حربة هذا الشوط مندفعة بالمقدمة وبالمركز الأول تسيطر على زمام الأمور هجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن يمي اللوهيبي مع جسر العبور والثلاثة كيلومترات هنا ما تبقى على نهاية هذه الرحلة وهذه المسيرة. المركز الثاني تأتينا هنا وتتسلل خيرة على المركز الثاني مرمرة على المركز الثالث هجن العاطفة مع غياث الهلالي وعلى المركز الرابع القادمة نجوى نجوى القادمة بدأت تتسلل إلى المركز الثالث نجوى هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري شهاليل القادمة هنا بهذه الانطلاقة هنا من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بفران المري وصلت الواصلة من الجانب الآخر تتسلل من مركز إلى مركز إلى خامس المراكز هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق زيتون المهيري وغاية هنا قادمة والغاية تبررها الوسيلة دائما وأبدا غاية هنا هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يقدمها في هذا الانطلاق والأداء سابع المراكز. تأتينا هنا السايحة هجن العاصفة أيضا مع غياث الهلالي والهنوف الهنوف من الجانب الآخر هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاغب يقدمها بالانطلاق والأداء الجميل تاسع المراكز وصلت الوثبة على المركز التاسع هجن الرئاسة عملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي دمع القادمة هنا لهجن الرئاسة بقيادة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد لخيلي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى هنا العشرة الأولى وهنا ناتي إلى الثنين كيلومترات ومغادرة الثنين كيلومترات ما تبقى هنا مع الراقص وهملولة المسيطرة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هجن الرئاسة هنا يقدمها علي بن يمي اللوهيبي بسعيد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة بينما المركز الثاني هنا خيرة قادمة وعسى في الأمر خيرة هنا أيضا لهجن العاصفة مع غياث الهلالي هنا من تنطلق على المركز الثاني المركز الثالث أرى هنا التسلل هذه اللحظات من الجانب الآخر الواصلة هنا هجن الرئاسة محمد بن عتيق بزيتون المهيري شهاليل
هجن الشحانية مع هنا أيضا سالم بفران المري يبحث عن النقطة الثالثة في هذا الصبوح والوصول هنا من غياث القادم مع غاية غاية قادمة خامسا بهذه الانطلاقة هجن العاصفة مع غياث الهلالي الوصول كذلك هنا أيضا من السايحة هجن العاصفة مع غياث الهلالي القادمة والكيلومتر الأخير هنا والصدارة والمقدمة والمركز الأول هنا الله 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 تسلل التسلل من الواصلة الواصلة من غيرت على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدور تشوط الوصلة من تنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول والصدارة هنا هجن الرئاسة هنا بهذا الانطلاق يكرر نقاطه في هذا الصباح هذا الشعار الجميل هنا الانطلاقات هنا هجن الرئاسة مع أبو سعيد هنا أيضا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدمها على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط نقطة تلو أخرى يقدمها هذا الشعار النقطة الثامنة لهجن الرئاسة والخامسة للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري شكرا بسعيد شكرا على هذا الأداء لهذه الهجنة المتميزة شكرا على هذه أيضا الإبداعات الجميلة ها هو إذا شعار هجن الرئاسة المتألق دائما وأبدا أينما يحضر يأتي هنا بالفوز وبناموس مع أيضا هنا الواصلة شكرا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني شهاليل هنا من وصلت من هجن الشحان تأتي غاية من هجن العاصفة المركز الرابع الوثبة من هجن الرئاسة المركز الخامس هجن العاصفة وأخيرة هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمس الأولى التي تابعناها بالانطلاق تابعناها بالتحدي وبالإثارة لنا عودة مشاهدينا الكرام مع مخرجنا المتميز لهذا النقل المميز الجميل وانطلاقات وتحديات هذا الصباح وهنا الواصلة من وصلت بالفوز وبالناموس ووصلت مسيرة هذا الشعار بالتحدي وبالإثارة المميز الجميل ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز ومعلنة الناموس قاطعة مسافة هنا 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة هي الحاضرة 17 ثانية وثلاثة من الأجزاء من الثانية هنا تهانينا هجن الرئاسة تهانينا محمد بن عتيق وزيتون مهيري شهاليل من حلت على المركز الثاني من هجن الشحانية بقيادة سالم مفاران المري ب 12 دقيقة 22 ثانية وجزئين من الثانية بينما غاية من حلت في المركز الثالث من هجن العاصفة مع غياث الهلالي ب 12 دقيقة 23 ثانية وجزئين من الثانية تهانينا والناموس تهانينا للجميع الفائزين منصور بن زايد كفو يشري ويعمر بالعفو باسمه للهجنة اهتفوا سلام ابو